ما ادري ايش العجب. ها ايش فيك؟ شوي غصيت. غصيت من ريلك؟ شوف هذا نوع من انواع الفنون. شوف تعكس الشيء. تقص من ريلك يعني؟ تعكس الشيء. إيه؟ فن هذا فن. سولف من ريلك بعد. اقول لك هذا ليش قاعد يسوي فراسه قاعد يطامن مش قاعد يسوي؟ والله ما ادري ما تسوي. شوف من هنا قهوة خليل، ايش دعوة في مليون قهوة بالفريج؟ قهوة واحدة. اي بس ليش مشخبط على الطف هذا خليل؟ ادري يعني شنو مسوي اعلان هذا بسهم؟ اي سهم. وشوف هذا الخط. إيه؟ خط فارسي. شنو خط فارسي؟ قريناه. شلون خط فارسي؟ اي قريته بس هو اساسا خط هذا فن. اي فن عربي؟ يا خط عربي؟ لا الخط العربي اللي حروف انجليزية. ما تعرف طبعا هذه شغلة جديدة عليك صح؟ لا والله ما اعرف. انا فنان اعرف. زين يعني هذا ماله يعني مو سريالي؟ لا مو سريالي، هذا فارسي. من هنا قهوة خليل بالفارسي. بالفارسي. وبالعربي شو؟ بالعربي من هني قهوة خليل. هذا الكويتي مو عربي. عربي. زين خلنا نروح نشوف هذا ايش فيه. فراسه قاعد يطامر. ايش نبي نمشي مشي غير